قفزت من عينيه البريئتين نظرات الفرح والأمل، وتحول مستشفى الحسين الذي يرقد به إلى سيرك جميل، وتراقص جسده الصغير مع هؤلاء الأطباء المهرجين. منذ عامين بدأ مسرح عناد في بيت جالة مشروع الطبيب المهرج، والذي رعته لمدة 6 أشهر القنصلية البريطانية، ليستمر من بعدها المسرح في المشروع على عاتقه. وبعض هؤلاء الممثلين شارك في دورات تأهيلية خاصة للتمكن من التعامل مع الأطفال بسهولة. مسرح عناد كله متطوع لهذا المشروع، واحنا مستعدين نسوي ونجهز ونشتغل للاطفال، حتى احنا يعني احنا هدفنا الاول لا هو مالي ولا هو هدفنا يعني اي شيء ثاني، احنا هدفنا بس نسعد الاطفال، لانه هذا شغل المسرح يعني اقل ما فيها. مارا متطوعة أمريكية انضمت منذ 4 أشهر إلى مسرح عناد، تشارك الباقين جولاتهم الأسبوعية إلى مستشفى بيت جالة الحكومي. أعتقد أنه من المهم منح الأطفال جميعاً أصحاء ومريضين فرصة اللعب والضحك، وعلى وجه الخصوص الأطفال الفلسطينيين الذين يعيشون وضعاً خاصاً يحرمون فيه من طفولتهم والتي لهم كل الحق في عيشها، وأنا من خلال ما أقدمه لهم أحاول إسعادهم والتخفيف من آلامهم. حتى اللحظة تقتصر جولات الأطباء المهرجين على مستشفى بيت جالة الحكومي لقلة عددهم ولضعف إمكاناتهم المادية، لكن رغم محدودية نطاق حركتهم واقتصارها على هذا المشفى، إلا أنهم ينجحون في إحداث تغيير في نفوس الأطفال المتواجدين فيه. كيف فرحت؟ عشان أبسطونا لعب. مؤسسة عناد أطلقت اسم الطبيب المهرج على مشروعها. رسم بسمة على وجه طفل المريض، رسالة إنسانية يعمل على تحقيقها الأطباء المهرجون، مما يضفي جوا من المرح من شأنه إنعاش روح الطفل ونفس أمه. من مستشفى الحسين في بيت جالة روان قحاز، اليوم على الحرة.